الست ام احمد، يعني الاخ، انا يعني انا كلمه بس من باب التصحيح، انا لا استطيع ان اقول على ما يملكه ابي حتى وان كان في فراش المرض، وانه خلاص احنا شايفين انه في ايامه الاخيره، انه ده تركه. يعني ازاي التركه؟ هو ما يتركه المتوفى، كان ملكه اثناء حياته وبعد كده تركه وانتقل الى الدار الاخره، أما وما زال هو على قيد الحياة فهذا مما لا يجوز. فما فعله هذا الأخ من أكل أموال الناس بالباطل، أساسهم أكل مال أبوه بالباطل، هو ما ترتب عليه أنه يتصرف في هذا الأمر، ده من كبائر الذنوب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فما بال بقى ده مال أبوي حتى وإن كان في فراش المرض على هذا الحال. فاللي عمله ده مصيبة، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وما اقولش ده تركه ونقسمها وابويا مازال على قيد الحياه، وما تقوليش لاخواتك، لا كان يجب انك تبلغي اخواتك، وكان يجب اتخاذ موقف. وفي نفس الوقت الام الكريمه احنا نتكلم معاها ونصلها ونقول لها اللي بيحصل ده مش مظبوط، وده اكل مال ليس بالحلال، وهذا التصرف لا يليق في حق الوالد حتى لو كان ذلك الوالد في فراش المرض، وتروحوا تزوروه. هو مفيش حاجة اسمها أني هطيع أمي أني ما أزورش أبوي، لا، أروح أزوره وأبره وأدخل العقلاء في هذا الأمر عشان تبروا الوالد وتقوموا تنتبهوا هل هم منتبهين له وهو في الحالة المرضية دي ولا لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله السلامة، وأن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا في الحياة وعند الممات، يعني وبعد انتقالهم. رعاية البر دي مهم، والخشة، الواحد يبقى عنده خشيه كده من غضب الله. ابقى ابويا عيان وانا عماله افكر في الفلوس وهنقسم ونعمل واصله ادانه واصله كل حاجه، انا نفس يعني انا حزينه ان حضرتك شاركتيه ذلك الوزن، لا انت اديتنا وانت خدت، وهو مش ملككم دلوقتي، لم يصر تركه بعد، لان الوالد ما زال على قيد الحياه وان كان على فراش المرض. نسال الله له الشفاء والعافيه.